لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك أستاذ قحطان. أهلا بكم، حياك الله. أستاذ قحطان، كيف تقرأ تصريح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في اعتباره أن الجيشين العراقي والسوري يمثلان عمقا استراتيجيا لطهران؟ بالتأكيد لأي متابع عراقي بشأن العلاقات العراقية الإيرانية الروسية ما بعد 2003 لا يستغرب من هكذا تصريح. هناك أكثر من تصريح هذا الاتجاه يذهب إلى أن الرؤية المشتركة الأمنية مع إيران وأن العراق وسوريا عمق لإيران، فالمسألة ليست غريبة وأمر متوقع، وهذه هي الرؤية الأساسية للجانب الإيراني حيال العراق. نعم، لكن ربما لو ننتقل إلى أن موضوع مرتبط بهذا التصريح، البعض يرى أن حكومة العبادي تسوق نفسها بشكل مزدوج من خلال عودتها للحضن العربي تارة، وتارة أخرى من خلال كونها عمقا استراتيجيا لإيران. ما مدى صحة هذه الازدواجية؟ للاسف الشديد الازدواجيه واضحه وتاثيرها سلبي على العراق بشكل عام وعلى حكومه عبادي بشكل خاص. فنتصور نحن كمتابعين ان عبادي لا يخرج عن اطار رؤيته وعلاقته الامديه الاساسيه مع ايران، ولكن الرؤيه الامريكيه هي التي تدفع باتجاه تغيير الصوره او الاليه التي يتعامل مع عبادي. يبدو كانه انفتاحا عربيا، ولكن في واقع الحال نرى ان هناك اكثر من داله على وجود التنسيق الامني العالي مع ايران والتاثير الفاعل للقوات الايرانيه وللحرس الثوري ولحتى القضايا العقائديه في الجانب الايراني. اذا الازدواجيه بالتاكيد ستنعكس سلبا على العراق بشكل عام وعلى عبادي بشكل خاص. في هذا الصدد يتساءل البعض كيف لحكومة العبادي أن تربط البلد بإيران التي ينبذها العالم وهي تعيش بشكل أو بآخر نوع من العزلة السياسية، ماذا تقول في هذا الصدد؟ هذا طبعا بالتأكيد خطأ استراتيجي، فيما الآن الجانب الإيراني حتى في داخل إيران بدأ يرفض، وبالتالي أن هذه الاعتمادية التي توسعت واتسعت مؤخرا بين إيران وبين العراق خطأ استراتيجي. هذا من جانب، من جانب آخر نخشى نحن أن الخلاف الإيراني الأمريكي يتسع، وبالتالي قد يشمل المساءلة الجانب العراقي حتى القوى العراقية. إذا الأمر ليس مدروسا بما ينبغي بقدر ما هي عملية من أسباب التخبط في إدارة شأن الملف الخارجي الجانب العراقي. نعم، إلى أي مدى تظن أستاذ قحطان أن الحديث عن تحالف استراتيجي بين الجيش في العراق ونظيره الإيراني يرجح سيناريو تحول العراق إلى ساحة مواجهة كما ذكر المسؤول الإيراني في تصريحه؟ للأسف هو العراق ساحة مواجهة بين إيران وبين أمريكا وبين حتى القوى المتطرعة منذ 2003، ولعلنا اللي حصل في دخول داعش والاحتراب البيني كان العراق الساحه الاساسيه لهذا الصراع. نعم. ولكن ان يكون العراق جزء من الثوره الايرانيه بعمق الذي يتوقع الجانب الايراني فهو خاطئ، لان هناك رغم شعبي واسع للاداره الايرانيه وللدخل الايراني في الصراع العراقي، ولكن التأييد محصور لدى عناصر معينه لاحزاب بعينها مرتبطه بايران، وبالتالي لا اتوقع ان يكون هذا الرأي الإيراني صائب على مستوى الواقع العملي، ولكنه سرعان ما سينصدم برفض شعب عراقي للتوسع الإيراني المحتمل للشأن العراقي. ما مدى ارتباط ذلك بالحديث عن قواعد أمريكية جديدة وهذا العمق الاستراتيجي الإيراني الذي يتحدث عنه الحرس الثوري؟ توسيع القواعد الأمريكية ووجود أمريكي له علاقة في الصراع الآن أو التنافس الذي تصاعد بين إيران وبين أمريكا، أي أن ليس نتيجة لتوافق إيراني عراقي بالدرجة الأساس، بل لاختلاف ولخلاف أمريكي إيراني. الآن بدأنا نشهد تخندق جهتين، الجانب العربي السعودية بعض القوى العراقية، بالمقابل أيضا الحشد وبين الأحزاب السياسية المؤيدة لإيران في الجانب العراقي. إذا هو عملية تخندق أو عملية اتجاه الوجود العسكري الأمريكي نتيجة الاحتمالات
الخلاف الامريكي الايراني وليس التوافق الاستراتيجي الايراني العراقي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.